شهدت محافظة بني سويف إطلاق مبادرة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية مع بداية الفصل الدراسي الثاني. المبادرة تستهدف سنوات المرحلة الابتدائية بإجمالي 500,000 تلميذ وتلميذة. في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، شهدت محافظة بني سويف إطلاق مبادرة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية مع بداية الفصل الدراسي الثاني. المبادرة التي تقوم عليها هيئة التأمين الصحي تستهدف كافة سنوات المرحلة الابتدائية بإجمالي 500,000 تلميذ وتلميذة بالتعليم العالي والأزهري على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ببني سويف. ويبلغ عدد الفرق المشاركة في المبادرة 61 فريقا طبيا، بينهم 21 للحضر بالإضافة إلى 40 للريف. طبعا هنا محافظة بني سويف بتشهد بداية انطلاق الحملة من شهر 12 من ديسمبر 2022، المستهدف ليها حوالي 500,000 طالب المرحلة الابتدائية من الأول ابتدائي السادس ابتدائي. عندنا فرق المسح 21 فريق في قطاع الحضر و40 فريق في قطاع الريف. عندنا 9 عيادات إحالة، العيادات الإحالة من ممارس وأخصائي واستشاري ولجان، بالإضافة للعيادات المتنقلة، العيادات كله متوافر. في اهتمام من الدولة وأجهزة الدولة بالمبادرة دي. انطلاق المبادرة الرئاسية لأمراض سوء التغذية، طبعا احنا فريق الاشراف بنعدي على كل الفرق الثابته وبنعدي على كل الفرق المتنقله وبنتابع شغلهم ونتاكد ان الاعداد بتاعتهم مظبوطه، نتاكد ان هم بيطبقوا معايير الجوده ومعايير مكافحه العدوى. انطلاق المبادره الرئاسيه للكشف على امراض سوء التغذيه ما بين طلاب المدارس للسنه الرابعه على مستوى الجمهوريه. احنا في محافظه بني سويف ده السنه الرابعه بيتم فحص طلاب المرحله الابتدائيه. بتتم المرحله على عده مراحل، بنبتدي بالفحص المبدئي ما بين الطلاب من خلال فرق متدربه على احدث بروتوكولات قياس الوزن والطول وقياس نسبه الهيموجلوبين. المبادره شهدت تناول الاساليب الحديثه المتعدده في قياس الوزن والطول لطلاب المرحله الابتدائيه، بالاضافه الى خطوط سير مختلفه في الإجراءات الصحية التي يمر بها جميع الطلاب والطالبات، وذلك أثناء تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بعملية الفحص الطبي استكمالا بتنفيذ إجراءات قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم لتلاميذ المدارس الابتدائية، وذلك على مستوى جميع المدارس.